كثير تخطر ببالك أسئلة أول ما تشوف طبيب الأسنان، رح أجاوبك على أهمهم. دكتورة، حاب أسوي فينير وخايف تصير عندي رائحة بين الأسنان. أنا مركبة فينير من 10 سنوات والحمد لله ما واجهت أي رائحة بين الأسنان. في عاملين مهمات أن الدكتور تركيباته تكون صحية، مضغطة على اللثة، وأن أنت تهتم بنظافة أسنانك، استخدام الخيط، زيارة دورية لطبيب الأسنان على مود نسوي لك تنظيف. ولازم تعرف أن المركب فينير كل 3 شهور لازم يزور طبيب الأسنان.